طيب نكمل البارت الثاني من محاضرة اللي هي عن الأول. أخذنا الكلاسز والبروبرتيز والإنستانسز كيف نعملهم ديكلاريشن، وهلا بدنا نأخذ سبي كلاسز، الإكويفالنت كلاسز، الديسجونت كلاسز، شغلات أكثر. كيف نساوي سب كلاس يا وليد؟ شو يعني سب كلاس؟ يعني سبست اوف، يعني في عندنا مان سب كلاس من درسو. من درسو شو معناها؟ درسو سب كلاس من مان. شو كنت انت مش فاهم استاذ تعطونا درسو سب كلاس من مان مش مان سب كلاس من درسو. بالعكس انو البيرسون في عرفنا مان، عرفنا مان بعدين كنا هذا سب كلاس من بيرسون صح. عرفنا بوك كنا هاي سب كلاس من بابليكيشن ها سب كلاس. هلا نوتيس ذات السب كلاس تبع الار دي اف ها الار دي اف اس هذا اتس بارت اوف ايش اضيف اس نوت اول. يعني شايفين هون شو حاط انا الاكس اذا وين تعريف السب كلاس اوف في الار دي اف اس سيميلر للاو ار ام وللاي يو ام ال ولل ار دي اف اس هو ار دي اف اس هو ولل هذول. بس لاحظوا انه بالاو ار ام بيختلف السب كلاس في اختلاف صغير فلسفي. الاختلاف على فكرة مش فني مش للموديلينج. الاختلاف الاختلاف فلسفي انه شو يعني السب كلاس اوف انس. ركز معي نتحاور انا وياك شو يعني السب كلاس في الاو ار ام. منقول في عنا هون اي او خلينا نقول بيرسون، في عنا هون مان ونقول مان سب كلاس اوف بيرسون مزبوط. انا كنت فاهم اصلا بس عكس الوضع. طيب هلا بعدين نقول وومان سب كلاس اوف بيرسون. طيب لو في عندنا هيومن سب كلاس اوف بنقول المان سب كلاس اوف هيومن. يعني بالاول ليس هناك ما يمنع بالاو ار ام ليس هناك ما يمنع اذا البيرسون والهيومن لهم سب كلاس فوق مزبوط. مش هذا اللي انا بدي احكي عنه. اللي بدي احكي عنه انه مان سب كلاس اوف ما هي بيرسون وخلينا نقول هيومن سب كلاس اوف بيرسون. يعني هيك سب كلاس وسب كلاس سوري غلطت انا. هيومن مش سب كلاس. يعني الشيء اللي بيعمل دوريه سايكل هاتوا هاتوا نعملها هاتوا نعملها سايكل. منقول مثلا البيرسون سب كلاس اوف ريسيت المان سب كلاس اوف بيرسون والبيرسون سب كلاس اوف هيومن والهيومن سب كلاس اوف مان. بالسنتكس بصير عادي مش مشكله. بالاو ار ام بصير ليه سايكلز كنا ممنوعه ليه؟ لانه هاي معناها انهم ايكوال. هاي هاي اذا حطيتها بالاول معناها انهم ايكوال. في شيء اسمه بروبر سب تايب في الـ في الاو ار ام صح. بروبر سب تايب شو يعني بروبر؟ انه مستحيل انه الما الست اوف ما ست اوف انستنسز اوف ما تكون تساوي ست اوف انستنسز اوف بيرسون. مستحيل فلسفيا مستحيل. لازم السوبر تايب يكون اكبر ولو ب واحد. لازم الانستنسز احنا بنحكي وبالتالي السايكلز ممنوع. هلا هاي الديفرنس بين الفلسفه بين الاو ار ام والاول بس اتس ذا سيم. لو كتبنا بدل ار دي اف اس هيك كتبنا او دبليو ال اول سب كلاس اوف. ما هي سب كلاس اوف من تعابير رد عليها بتاعه الاويل. بقول لك ليه ما نكتب نكتب هون اول شيك سؤال ليش هون لا مش قصة هذه الأشياء تاجز مثلاً الصب كلاس أوف معرفة جوا الـ RDFS يعني مش معرفة جوا الأول. مش معرفة الأول تستعمل تعريف تبع الـ RDFS هي extension للـ RDFS الأول صح؟ مش extension يعني مقدرش يسميها extension.
تطبيق. يعني هو بحكي لك ليش الاول كله ما يكون كل اللي بيستخدموا ار دي اف اس معرفوا عنده، ليش بروح يمركوا الماي الكلاس اختلف؟ لا لا تعريف الكلاس في الار دي اف اس وفي الاول مش اكزاكتلي دي سيم، بس الار دي اف اس دي سيم فاستعملوها. بس يجوز نكتب اول؟ بسألك سؤال، يجوز هو شو معناها هاي؟ نعم معرفة هناك. هلا إذا بتحط أول هون معناته هاي معرفة هناك؟ لا في الأول معرفة. يعني في الأول لما أول يعرفوها حط في الأول نستخدم تعريفات، في الأول نستخدم تعريفات الـ RDFS حسب. حسب لا لا حسب حسب وقت حسب الحاجة. أوكي طيب خلينا نمشي. هلا الإكويفلنت كلاس هذا مش موجود بالأورين، منكون تو كلاسز ار دي سيم. هذا جاي يعني منكون هاي كلاس عرفناها شو هو فلسطين بريزيدنت كلاس، او عرفنا انه كويفلنت لا برينسيبال بريزيدنت اوف فلسطين. تو كلاسز. هلا هاي عاده من وين تبكى جاي؟ انت تبكى معرف كلاس وانا ماشي عليه وديما معرف كلاس معين ثاني ومؤيد ماشي عليه، بعدين جينا انا مؤيد نخلط الداتا مع بعض فلقينا هذا مستعمل تيرمينولوجي وهذا مستعمل تيرمينولوجي وفوكابيلوري، فايش بنيجي بنقول اتس ذا سيم. فهي بتلزم وانت في يوزفول وين انتجريتنج اور مابينج بتوين تو ديفرنت اونتولوجيز. هلا في اشي ثاني مرات يبقى فيه يعني a class may a class axiom ها may contain multiple أو equivalences. يعني هاي مثلا عرفنا being وانه human و انها equivalent classes. يعني هون عرفنا class واحد انه هذا الكلاس equivalent لها اللي منقولكم اياه هون انه بتقدر تعرف ايش اكثر من لا اكثر من equivalent بنفس الوقت باختصار. سهلي اي سينتاكس وين، بس لاحظ انه هاي انه هذا التعريف يتضمن انه هذول التو كلاسز ايش برضو equivalent to each other. يعني مش تروح تعرف بالزمن، مش تروح تعرفها في مكان ثاني انه الهيومن والبيرسون equivalent. يعني انت استخدمت being ولا استخدمت human او استخدمت لا person. هون قلت being equivalent لهيومن وبين كويفلنت لبيرسون. ايوه هذا بتستخدمه في نفس السيم مينينج. هلا هذا السنتكس هيك معناته كمان انه هيومن وبيرسون ار كويفلنت. مظبوط طبعا. لا لا هي عشان سنتكس مش يعني مش مش تاخذ شو يعني كيف مرات لا مرات حتى بالسنتكس كيف بده كيف كيف بيقبل. طيب ذيس جوينت كلاس انه تو كلاس مرات مش موجوده بالاور ام مش موجوده. منقول two classes are disjoint. شو يعني disjoint؟ فيش بينهم common instances. هلا مثلا في بالOR M بس إذا كانوا subtypes صح؟ إذا كانوا subtypes بس في الأول حتى لو إنه مش شرط يكونوا subtypes نقدر نعرف بينهم classes. فمنقول الأوبرا إنها subclass of music drama بعدين أوباريتا مثلاً إنها برضو سب كلاس أوف إيه ميوزيك دراما. هلا منقول إنها هاي ديس جوينت هاي الأوباريتا ديس جوينت مع الأوبرا ديس جوينت. شاف كيف نكتب ديس جوينت ويف في الأوراق موجود في الأورام دكتور لما يكون فيه تو سب فهم لما يكون بينهم بهاي الحالة يعني هاي الحالة هاي الحالة طلع كيف يا عمار هاي الحالة هذا المثال في عنا هون كلاس اسمه ميوزك دراما في إله سب كلاس اسمه أوبرا وفي سب كلاس اسمه أوبريتا تو سب كلاسز وبينهم الإكس هاي بس هذا بس بالأول مسموح مش شرط يكون سب كلاسز حتى تعمل بينهم ديسجوينت. هذا اللي قصدي كنت بدي اقوله في الاو ار ام بس بين الديسجوينت يعني كلاس وكلاس ما بتقدر تحطه بينهم ديسجوينت في الاو ار ام لانه باي ديفولت دي ار ديسجوينت لانه باي ديفولت دي ار ديسجوينت. ايش بتلزم هذه يعني انه نعرف هذول هاي ليش بتلزم؟ بتلزم مرات برضه في الانتجريشن برضه في الانتجريشن يعني مرات بدك تقول انه هاي الشغله ديسجوينت مع هاي يعني هذا هاي شيء وهاي شيء
لما بتبقى الداتا جاي من اكثر من سكيما فبتعرف الديس جوينت حتى ما اشي يتضمن. هلا all disjoint classes، هلا هاي بتقول لك نعرف مثلا كلاس ممكن نسميه الكلاس اسمه all disjoint classes، هيك كلاس اسمه all disjoint classes، الممبرز تبعته بنسميها collection، البي البيلدينج والتري والبيرد، هلا هذول عشان نعرف اكثر من كلاس نقول لهم هذول ايش disjoint مع بعض. تمام؟ طيب انه هذول هي هذا سينتاكس ان نحط ثلاث كلاسز او 10 كلاسز كلهم مع بعض ديس جوينت. كلهم مع بعض ديس جوينت. انذر سينتاكس يعني للفكره. ها؟ يعني هناك اثنين، هنا اكثر من اثنين. هناك بتقول واحد وبتقول الديس جوينت تبعه. ها بمكنك انك تحط ديس جوينت مش موجود مره جوينت مع بعض كلهم مع بعض. اول ديس جوينت كلاسز. ديس جوينت اول ديس جوينت كلاسز. هذيك ديس جوينت. اول ديس جوينت كلاسز تحط تحتهم الكلاسز. بلاحظ بدك تحط تعرف كوليكشن. لاحظ بدك تعرف كوليكشن يا عمار. كوليكشن؟ بدك تعرف كوليكشن. صح كوليكشن هذول تحت هذول كوليكشن. كوليكشن فكرت انا كلاس. هلا ديس جوينت يونيون اوف. في إشي اسمه disjoint union of. شو يعني؟ إنه بالضبط فيش تقاطع بينهم اتحاد المعكة بالضبط يعني سيف هاي أورم هاي الضغط والإكس مع بعض. يعني إنه مان وفي ميل وفي ميل as a collection بشكل ال بشكل البيرسون بس هان الكوليكشن disjoint union of يعني يعني انهم انهم اول شيء هم disjoint واليونيون تبعهم بيعطي ذات البيرسون disjoint union of ترجم حال الحال بس disjoint union of. دكتور بس البارس تايب كلمه البارس منين شو معناها؟ يقرا هون البارس تايب انها كوليكشن هاي بس عشان اعرف انها كوليكشن كوليكشن يعني اكثر من اكثر من عنصر انه في عندنا اكثر من عنصر انا قصدي كلمه بارس تايب لا لا هلا تقول لي شو معناها هاي هذا زي السنتكس سنتكس ما لها علاقه بال ما لها علاقه عن هاي ريزيرف ويرد واضح هاي بتقراوا كمان طيب هاتوا ناخذ اكزامبل بالاو ار ام وين نعمل له الاول تبعته في عندنا مثلا بيرسون شو كنا بنعرفه كلاس هاي النيم سبيس تبعته وهي لازم تبقى كولوم بيرسون مزبوط هاي عرفنا كلاس بيرسون هذا عنده تقديرات طيب هاي عرفنا كمان كلاس اسمه فيميل تعرف انها سب تايب كيف بحط هون سب كلاس اوف بيرسون يعني عرفت بيرسون بعدين لما عرفت الفيميل كلبها قلت انها سب كلاس اوف طيب ميل كلاس لحالها كلاس لحالها وانها سب كلاس اوف سب كلاس اوف بيرسون مليح؟ واضح؟ هاي هلا هاي معرفة ديس جوينت شو تساوي؟ يلا يا ديما يلا يا ديما بنقول له الكلاس ميل يو بيكون السنتاكس كلاس ار دي اف اباوت ميل وين اني وحده ميل هاي ميل طيب سب كلاس اوف بيرسون اوكي بنقول له ار دي اف لا مش مهم السنتاكس اللي بنقراه ديس جوينت مع نحط هون ديس جوينت مع الميل مع الفيميل مع الفيميل يس او فوق الفيميل مع الميل مزبوط طيب هاي أضفنا هاي. This joint union إيشي؟ This joint union إيشي بتصير؟ Union this joint. بيرسون كنا كوفيلانت كلاس. This joint ما أوصفه فوق بس أوصفت اليونيون بس. بس أوصفت اليونيون. سوري. هاي مش عمالها بتضمنش الكود أنا بتضمنش ال الديس جوينت بس اليونيون لحال وصفه فوق الديس جوينت بيقول انه سوري يونيون او مزبوط ويل ما هو هاي ديس جوينت ديس جوينت احنا عندنا فوق عندنا
بس لو جمعناها في disjoint بس بفصل في الكود اوكي وانا بدي اعلم يعني هاي عملنا disjoint هون عرفنا اليونت بصير بصير ولا ما بصير نرجع كمان مره هلا انا بدي اعرف هاي هلا يا بدي احذف كل شيء واعرف disjoint يونين اوف او بدي اعرف هاي لحالها اذا بدي اعرف هاي لحالها كيف هاي شو معناها يونين اوف مش اخذنا اليونين اوف نقول هاي لاحظ انه هلا البيرسون عرفته لاحظ او خلينا نبدا نقرا من هون بس هذول السطرين كنا يونين او اي سوري من هون عرفي كلاس الكلاس هذا اللي هو اليونين اوف ميل وفيميل كولكشن للميل وفيميل من هون لهون هاي تعريف اليونين اوف هلا هاي equivalent ل لبيرسون equivalent ل طب لو كله حطينا محله ما انتبهتوش ما انتبهتوش مش مشكله هلا يعني الفيميل لو بدنا نتبع سندكس هذا حاول تفهم اول شيء سندكس هذا اعطينا البيرسون وكمان جوات البيرسون لحظه انتم بدكم تستعملوا الديسجونت يونين اوف خليها شوي اوكي معلش هلا انا وين نذكر هذا السندكس لاحظ انه هون شو بقول انا انتم ما انتبهتولهاش انه وكأني عرفت كلاس قلت اليونيون من الميل والفيميل وقلت هذا الكلاس equivalent لكلاس بيرسون فحطيت كلاس بيرسون قلت equivalent كلاس وقلت في كلاس اسمه اليونيون او يعني صار equivalent مش كلاس لكلاس كلاس لكلاس ممكن تبنيها مبنية مش جاهزة هاي هاي ملهاش اسم لها اسم؟ ملهاش اسم هذا ممكن اسميه باسم ثالث واحط انها كوفلنت له على طول بصير مالو هذا الكلاس بهاي بهذا السنتاكس انت بتقدرش تكتب له اسم اصلا كل كولكشن من الميل في الويل فيه سيبوا كل كولكشن هلا هذا الكلاس له اسم لا ملوش كنه هذا الكلاس نيون يون من ميل وفي ميل وانه هذا الكلاس الناتج كوفلنت للكلاس بيرسون طيب هاي مثال على ORM وكيف نكتبه بالأول مليح؟ مليح؟ واشتغلنا في المشروع أول بصير ندخل الأول على المشروع لا بدك تسوي شوي أول اسمع لا لا المشروع الثالث معلش المشروع الثالث أول بتحط بطرح الـ RDFS أول أنا قصدي إنه هذا أريح فيه كل شيء لا هناك مش مطلوب منك تحط هذول بس مش مطلوب تحط هذول فيش كونسترينت طيب هلا ندخل نعرف اشياء اخرى يعني كونستراكتس اخرى بالاول لحظه نعرف كونستراكتس اخرى بالاول في شيء اسمه سب بروبرتي هلا اريد يقول لنا هاي شو كوفلنت ايش بالوريم طلع هات نشوف المثال قبل ما نقراه المثال شو بيقول في عندي بروبرتي اسمها بروز هلا بنقول بيرسون بروز بوك هاي اوبجكت بروبرتي مش تعرفوها هلا في عندي انا تشيكس اوت تشيكس اوت سب بروبرتي من بروز سب بروبرتي من بروز شو يعني اذا بالاو ار ام يعني بك اذا صار عندنا بروز يعني بك عامل تشيك اوت يعني اذا صار عندنا عمليه برو بكون انا عامل تشيك اوت بالعكس تقدرش تعمل تشيك اوت الا اذا كنت عامل برو الا اذا كنت عامل برو صب 6 اذا عملت برو لازم تبان في سهم هيك من بين تشيك اوت وبرو في سهم بالاو ار ام وليد هاي شيء هي سب تايب سب شوي 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 سب بروبرتي اسمها سب 6 سب تايب بين التايبس شي امبلايز ولا هذيك في الرولز هلا امبلايز ولا مش امبلايز هذيك شيء ثاني بس هاي سبسيت هاي سيميلار سيميلار يا مرام لسبسيت كونسترينت في الـ ORM بس أني سبسيت من هن بين الرول ولا الريليشنز الرول الرول الريليشن انه انا في عندي هنا في الـ ORM عندي انا بدي في عندي بالـ ORM هون باينري ريليشن في عندي اخرى باينري ريليشن هلا في عندي سبسيت تطلع من رول لرول او شيء بيطلع من النص للنص
من ريليشن لريليشن. ها؟ بتجي على الرول اعتقد هاي. تعتقد انها بتجي على الرول؟ اعتقد انا بقول امبلايز. انا بقول انها رول. انا بقول رول. لا ريليشن. ليش عبي ريليشن طيب؟ لانه في تحت بوك بروز وفي فوق بوك وتشيك وكلها العمليه بدها تتكرر فوق لانها اصلا باينري. اصلا في شيء رول في الاول؟ شفت رول في الاول؟ لا في رول في الاول؟ صح في ريليشن. في ريليشن اه بس برضه ما بتنفعش. مش مقتنع في يعني بجوز في الشيء لانه في الشرول انا مش شايف انه هاي كلمه يعني بروز وكلمه تشيك اوت. شوي شوي كلمه بروز وكلمه تشيك اوت هاي مش نيم لرول. هلا ريليشن فيش رول في الاول لاحظ فيش كلمه رول يعني في الاو ار ام هاي مش اسم الريليشن بروز. لما تشوف بروز في الاو ار ام هاي مش اسم الريليشن هاي الرول ليبل. شكل كنترول انا بروز بروز باين كنت افكر بروز لا بس بروز بوك بوك بروز باين لا فربطها هاي بين الريليشنز. واضح واضح يعني على النص على النص اه انا بالاسم واضح طيب انتوا مش نفس اللي بتقولوا كويفلنت اوبجكت بروبرتي. يلا يا مهند كويفلنت اوبجكت بروبرتي السؤال اللي قبلها مش هي نفس اللي كنا نقولها امبلايز ولا هيك للرول؟ لا امبلايز شيء بدك تحكي على شيء ثاني. هلا سبست امبلايز ما هي بس شو معنى شو بتقصد الامبلايز طيب؟ كل ما بحقق اللي بحقق هذا بحقق هذا اه مش بحقق يعني اللي بحقق هاي بحقق هاي اه هو ممنوع تحقق هاي لا تتحقق هاي. طيب الايكويفالنت تساوي الايكوال في الاو ار ام مزبوط؟ في داعي اشرحها؟ هاز براذر هاز مين سيبلينكس او سيبلي اللي هي الايكوال بين تو ريليشنز. ما ملاحظه سيبلينج معناها قراب يعني؟ لا يعني زي اخ سيبلينج معناتها يعني اخ شغل اخ بغض النظر اخ ولا اخ بغض النظر. انا ما بعرفها بالانجليزي شو سيبلينج هي يعني شقيق احن او شقيقه اثنتين زي بيرن فيش بالعربي بيرن ما سيبلينج يعني اخوي او اختي زي ماي بيرنت. شو يعني ماي بيرنت يا مرام؟ تزبط تزبط فادر. احنا في العربي فيش عندنا كلمه تعبر عن ابوي. لا ابوي والدي واحد أب... لا احد والدي في بيرنت في الانجليزي بس بيرنت مو عندي جيبها عربي. خلينا نمشي انا مش هون ما بديش ادرس. طيب والديسجوينت يا مؤيد شو يا منى الديسجوينت اوبجكت بروبرتي تقاطع فاي انه زي اكسكلوسيف بين شو تو ريليشنز بين تو ريليشنز زي مثلا هاز فادر وهاز مادر بيرسون هاز فادر بيرسون وبيرسون هاز مادر بيرسون طبعا بين هندس جون صح واضح زي الاكسكلوجن في الاورم. واو كده الاورم هي قريبه على الاول صح يعني منيح اللي منيح اللي فهمنا الأوراق منيح ولا كان ما تقدرناش تعلمه بالتالي أنا بالتالي على فكرة ذكرتني أحكي شغلي إنه اللي بيعلمه أول وديسكريبشن لوجيك عادة ما بربطوش الأشياء هاي في الأو آر إم ولا مزبوط ديما هلا بتعلموش خلينا نقول كونسبتشوال موديلينج بدخلوا في اللوجيك مباشرة فمرات صعب. هلا لما انتم زرعت في ذهنكم كونسبتشوال موديلنج او كل شيء بتشوفه بدك تربطه يعني هاي عشان تساعدك ها انا بدي اياك تحلل الدومين بالاو ار ام وتمثله بالاول لحظيه حلله بالاو ار ام ورسمه بالاو ار ام ورجيه للناس اللي بيعرفوش شيء في الاي تي برجيب الاو ار ام بس الاو ار ام رسمات ما بتقدر تعملها الاو ار ام نفسها يعني هاي رسمي ها ما بقدر اودي لك انا يعني ما اودي لك الفايل تبع الاو ار ام اودي لك اياه بي دي اف هاي رسمي بس لما اودي لك اول
بدي لك اكس ام ال فايل تقدر تعمله بروسيسنج من ناحيه كيف فالسبيسيفيكيشن بيكون بالاول. هاي كل الفكره. طيب هلا الانفرس اوبجكت بروبريتي شو بتخيل لك هاي يا منى؟ يعني زي برو برود باي اونز اوند باي هاز فادر او فادر اوف سن اوف هازباند اوف وايف اوف انا بسميها رول هاي ريليشن وهاي ريليشن هاي ريليشن وهاي ريليشن هاي في عندنا هاز فادر وفادر اوف هاي ريليشن وهاي ريليشن هلا بس انت هون شو بتعرف انهم ايش انفرس لبعض يعني اذا كان اكس هاز فادر واي معناته هيك بدنا نقول معناته لما نحط هاي معناته واي فادر اوف اكس X has father Y شو اسم ابنه شو اسم ابنه طارق طارق has father عمار معناته عمار father of طارق فهين بنعرف لما نعرف بروبرتي اذا بدنا بالاو ار ام بنمثل ريليشن لها تو رولز يعني لما تشوف اوف الاو ار ام ريليشن الها تو رولز انه فيش عندنا في الاو ار فيش عندنا اسم ريليشن في عندنا اسم رول مكون من تو رول ريليشن مكون من تو رولز فلما بدك تمثل شيء اونز اون باي اعمل هاي ريليشن وهاي ريليشن وانهم انفرس بعض بس اذا ما عملتش انفرس بعض الكمبيوتر بيعرف ما هلا انت مو انت اول حكيت عام هلا تخصصت لنا معناته في رولز بال بال بالاول لا. بس بديفرنت ستايل لا احنا بنعمل مابينج لهم بالطريقه هاي يعني احنا بنمثلهم بالطريقه هاي whatever whatever سؤال طيب الكوفيلنت بروبرتي ليش حطيتها شو اللي صار ليش السطر الثاني طلع طلع يا شباب هلا قلنا في اول اوبجكت بروبرتي اوبجكت بروبرتي هاز فادر هلا بعدين قلت كوفيلنت هاي اكويفالنت لا inverse of father of هاي يعني طريقة التعريف لا يكفي نحط inverse فقط لازم نحط equivalent مش متأكد من syntax روح اتأكد انت بشوفوا شغلات الفري فري تكنيكال هاي الطالبة وسخدينها هاي وسخدينها الامتحان عليها على الاتراس اوه بالزهر اسمع الشغلات الفنية اللي انا بعرفها مش معي انا كل انا لا بدير انا ليه بجيب لان الشغلات اللي انا متأكد انها بعرفها طوالي بجيب عليها عشان اكيس هلا الاوبجكت بروبرتي دومين اللي هي الدومين تعرفوا مش عرفنا هاي هاز دوغ انو بيرسون هاز اي دومين والرينج نفس الشيء شفتوا كيف تتعرف الاشياء خليني اسال شوي الرينج نفس الطريقه هلا في شيء اسمه فانكشنال بروبرتي مش بروبرتي مش اوبجكت بروبرتي ولا داتا تايب بروبرتي شيء اسمه فانكشنال بروبرتي احنا بنعرف فانكشنال ديبندنس هذه في الداتا يعني يونيكنس هاي نفسها هاي نفسها ويل الى حد ما انا بس لما في الباينري بنقول الهاز فادر هاي فانكشنال بروبرتي شو معناها هاي بالضبط ايكويفالنت لا يونيكنس كونستريانت في الكوفيلنت يعني مش لحالها ايكويفالنت مش لحالها كوفيلنت انه هاي وكانها ريليشن وعليها يونيكنس تقراوا بعدين بنقول مثلا اوبجكت هاي هاز مينز ذات ايتش اوبجكت كان هاف ات موست وان فادر ات موست وان يعني يونيك شفتوا كيف طيب الانفرس فانكشنال بروبرتي whatever خلينا ناخذ على الاكزامبل الاكزامبل هذا في عندنا بيرسون هاز جندر وبيرسون درايفز فيكل وبيرسون اونز فيكل وفي سب تايب كيف نسويها هي يا ماهر نستخدم كل الفرصات اللي خدناها
بنعرف بيرسون، بنعرف بيرسون، بنعرف فيكين، بنعرف جندر. ها هلا بعدين بنقول بنعرف درايفز، بنقول درايفز الرين دومين تبعها بيرسون والرينج تبعها فيكين. ها بنعرف كمان الاونز وبنعرف درايف باي، بنقول انها انفيرس لدرايفز. واضح؟ شايفين؟ بعدين بنعرف اونز، في داعي اعرف الانفيرس تبعها؟ فيش شيء. فبنعرف اونز الدومين تبعها بيرسون والرينج تبعها فيكين. طيب في داعي للطول. وبعدين هلا بدنا نقول الاونز، هلا بدنا نحط هاي، نعرف هاي سب ايش قلنا؟ فبنقول سب بروبابيلتي اوف الاونز، لحظة الاونز سب بروبابيلتي اوف درايفز، على فكرة مش درايف باي درايفز، لأن هاي إذا بقرا هيك معناته لازم اوند باي. لو اوند باي ليش نضيفها؟ مش موجودة، ليه بدك تضيفها؟ حط موجودة ضيفها، مش موجودة ضيفها، يعني اوند باي بيرسون. إذا مش لازم تضيفها حسب الديزاين، مش لازم تلاقي ما حطها. شايف؟ هلا عشان ورجيك انه مش شرط تورجيها هيك المثال، فحطيت لك درايفز انها سوري اونز انها سب سب بروبرتي اوف درايفز. مش تروح تحطها درايف باي، لا لا بصير العكس، الترتيب هون مهم انك اذا ماشي هيك ولا ماشي هيك. هذا شو ضل؟ نكون نعرف انه الهاز نعرف از اوف، مش موجودة. هلا من عرفنا الهاز انها اوبجكت بروبرتي، ها فانكشنال، بنقول انها هاي التايب تبعها، التايب تبعها هاي البروبرتي، التايب تبعها فانكشنال بروبرتي، ولازم اعرف الدومين والرينج تبعها هاي بيرسون وهاي جنرال. بس محطوط يو ار اي يمكن يو 3 اورج، نقول التايب تبعها هاي، مش اجي على السطر الثاني، التايب تبعها معرف فيه كذا 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 فانكشنال اللي هي الاول هاي، يعني هاي اختصار لاول ضوط مو نقطتين فانكشنال بروبرتي، لانه كلمه فانكشنال بروبرتي معرفه وين؟ الاول. واضح كيف نساوي؟ سؤال على الاول، ابتداد الملف بيكون او دبليو ال، مش شرط ابتداد اللي بنحطه دوت مؤيد، ممكن تكست يكون حط دوت مؤيد مش مهم، المهم الكلام. طب التولز اللي بيشتغل لنا بيعمل لنا او دبليو ال بتوقع بس هاي هيك ما تعني. طيب خلينا بسرعة نشوف، يعني بصراحة أنا عندي 65 سلايد، فأنا يعني أول فيها كثير كونستراكتس، بدي أنا يعني خاصة بالتسجيل ودي تشتغلوا، خليني أسرع وبعدين ترجعوا أنتوا تتأكدوا منهم عشان أنا الحكي يخلص. مثلا في عندنا named individual، منقول أنه مثلا عندنا كلا هاي الأزيرشن، الأزيرشن لما نحكي عن instances individuals، في عندنا class assertion، مثلا في عندنا هون named individual ماريا، التايب تبعه person، هاي شو معناها؟ انه the individual A is an instance of the class C، فيها اشي؟ instance، تعرف الانستانس، لما نقول A هاي مثلا person، هاي بال مش بال OR يعني another syntax هون simplified syntax، انه person في عندنا person وماريا انها means ماريا is a person، اها او ميرا سوري ميرا ميرا is a person، واضح؟ same as هون عندي book وهاي هو هذا البوك، ممكن نقول it's the same as هذا البوك، سوري مش بوك، هذا الاشي هذا الانستانس الموجود كذا كذا is the same as هذا الانستانس، هذا موجود بالويكيبيديا الاورينتاليزم وهذا موجود بامازون، انه هذا نفس الانستنس، هاي وين انت بتلزم؟ هاي على فكره هاي افضل شيء سوى الاول في الدنيا، هاي وين انت بتلزم؟ تلزم لما انا في عندي داتا فروم ديفرنت سورسز، بالضبط هاي اللينك داتا، انا في عندي داتا جايب من اكثر من سورس وبدي اقول يعني بعد ما وزارة التربية والتعليم العالي تأخذ المشروع اللي حكينا عنه وتنفذه، تلك X من الناس عامل ماستر
اختبير زيت والبكالوريوس في النجاح. طب كيف الوزارة تعرف انه هذا الشخص هو نفسه هذا الشخص؟ كيف بدها تعرف؟ هي حرة. بس لما تعرف شو بدي شو لازم تحط؟ انه مثلا بيزيد يوم منى 1 2 3 سيم از النجاح منى 25، بصير هذا الانستانس هو نفسه هذا الانستانس. او فهمتوا كيف؟ لازم ناس يشتغلوا على الشيء يقول لي عبر سيم. هلا ديفرنت فروم العكس، بنقول هذا الشيء مش هذا الشيء، يعني هذا الانستانس مش هو هذا. راح تطلع كثير شغلات هيك. طب انا هو ليش هاي ليش هاي بنحطها؟ بس ما هي ما دامت ما عرفتوا انستنسز ما بتقدر ديفرنت، ليش لازم تحكي؟ هاي ما هاي تعرف ليش حطوها؟ هاي لما اجوا يعملوا السيمانتيك ويب كانوا هو. طيب انا بحط في الويب سايت تبعي منى 1 2 3 سيم از دوارت سعيد. انو بمنع؟ هاي احلى شيء ليس هناك ما يمنع، فمعناته كانه يصير سبامز سبامينج بالويب، واحد سبامينج بدال لحظيه. هاي من احد الاشياء اللي صارت، قال اوه بنعرف هذا، نعرف شيء اسمه ديفرنت فروم، يعني انه مش مشكله انت تروح ساوي انا بنفي. انا كيف بتدنفي انه واحد انتحلني؟ بنفي وكأنه individual inequality. من هاي اكثر من شغله بنقول انطون مصطفى ورامي انه هذول الانستنسز ديفرنت فروم ايتش اذر، ديفرنت فروم ايتش اذر. طيب في عندنا انترسكشن اوف، ممكن اقول طلع هاي حلوه، بنقول هاي بنعرف كل كلاس هو عباره عن كوليكشن فيها الانترسكشنز من كأنه كلاس، ها كوليكشن في كأنه بير زيت التيرا كوليج، هيك كلاس في بير زيت كلاس، ها هذا الكلاس كوليكشن من انستانسز شو هم؟ بير زيت يونيفرسيتي والتيرا كوليج. وفي عندي كلاس ثاني شو في كلبه؟ بير زيت يونيفرسيتي القدس يونيفرسيتي النجاح يونيفرسيتي، هاي كوليكشن وهاي كوليكشن، وكأنه واحد يقول هاي الجامعات الفلسطينية وهاي الجامعات اللي برام الله وكأنه، ها هلا شو جينا سوينا الانترسكشن بينهن هو النتيجة اللي بتطلع بالكلاس هذا هي بير زيت. مش مشكلة بس لا هي بتطلع الجامعات الفلسطينية الموجودة برام الله، مش هان المؤسسات التعليمية مش معنى انا افهم شو المهم انه الانترسكشن بينهن هو الانستنسز تبعون هاي الكلاس، واضحه؟ طيب يونيون اوف، لو في عندي هاي وهاي اليونيون اوف تبعهم اتحادهم هو اللي كله بيطلع في الكلاس. كومبلمنت اوف شو يعني كومبلمنت؟ متممه. شو يعني متممه؟ يعني كل شيء تدرسوها في الدار بعرف ايش بجوز اه بجوز لا. وان اوف هاي وان اوف شو بتقول؟ انه انا في عندي ليست اوف انديفيدجوالز ذات ار انستانسز اوف ذا كلاس ديسكرايب، في عندي كلاس نقول وان اوف كوليكشن جيروزاليم عكا غزة نابلس هيبرون ذيس انيبلز ا كلاس تو بي كاركترايزد باي يعني lot of instances في عنا ما number of instances تعرف أكثر من instance للكلاس. على فكرة نقدر نسوي ال بال ORM شو constraint تقريبا اللي equivalent لها value constraint في عنا some value from تكروها في الدار all value from بدي استعجل has value has self الكاردناليتي هي خلينا نطلع عليها شوية هذولك تكروهم في الدار تطلعوا على الانترنت هاي طلع الأول يعني تفاصيلها يعني زي اللي بشاركم أور إم مرة واحدة أوكي بس هسا يعني طوالي بس مش هتحفظوا كل إشي بس يعرف إنه في جهة لها موجودة أنت بتروح تشوف كيف تفتح ملاحظين؟
في عنا restriction. في عنا هون مثلا book is a sub class of restriction. هلا انا بدي اعرف cardinality. في عنا class اسمه restriction. يعني زي constraint. فبقول هذا البوك سب كلاس اوف هذا الريستريكشن، سب كلاس اوف هاي الريستريكشن. ويل شو هاي الريستريكشن؟ فيه من كلبها منقول في عندنا هاي الريستريكشن اون بروبريتي. اني بروبريتي الاوثر اوف. هاي فكره هاي ضروري تتعلموها، هاي يعني مهمه جدا. قديش الكارديناليتي على هاي البروبريتي الاوثر اوف؟ ها المينيموم كاردينالتي واحد، وممكن احط ماكسيموم كاردينالتي 4 مثلا. ف وكاني عرفت بوك في له علاقه مع بروبرتي اسمها اوثر ما تدريش لم واحد. هلا اذا واحد المينيموم كاردينالتي مع وكانها بالضبط المانديتوري. اذا كانت 1 4 رينج، اذا كانت من هون مثلا من 4 ل 5 رينج اللي هي الفريكوينسي كونسترينت. اذا كانت ماكسيمم 1 اللي هي اليونيكنس كونسترينت. شفتوا كيف الفريكوينسي واليونيكنس والمانديتوري بعرف فين في الكاردينالتي؟ ماشي. هاي بهاي الحاله من الكاردينالتي. الماكسيمم كاردينالتي شرحتها. الماكسيمم كاردينالتي اذا كانت واحد اللي هي زي الوريد. هلا في رينج من الى بدنا رينج بالضبط الكاردينالتي. سوري حطيت واحد هون انا ديسبيرمنتس. طيب تقدر تحط كاردينالتي سوري هون لا مينيمم ولا ماكسيمم. لاحظ انه هون قديش ماكس كاردينالتي واللي قبلها مين كاردينالتي. هون كاردينالتي يعني اكزاكتلي 1 او بقدر اعرف مينيمم كاردينالتي 1 وماكسيمم كاردينالتي يعني كاردينالتي سنتاكتيك شوغر هذا بسموه في السنتكس. ها طب بدنا رينج من اللي تحط من حط المين هالكاردينالتي. كواليفايد كاردينالتي شو يعني كواليفايد كاردينالتي؟ نشوف الاكزامبل انه في عندنا بيرسون في له بروبريتي مثلا هاز فيكل. الرينج تبعها وكانه كار لكواليفايد كاردينالتي 1 بنقول هاي الريستريكشن از بليزد اون ان اكزاكت كاردينالتي اكسبريشن ذات كونتينز ذوز انديفيدجوالز ذات ار كونكتد وذ هاز فيكل. هاي لما مرات بكمشي مع معرف عندنا الدومين والرينج تبع الاشياء. تدخلوا في التفاصيل فيها بعدين. تشين اكسيوم تدرسوها مع بعض لحالكم. هلا في داتا تايبس خلصنا انا يعني هاي الاشياء بتشرحش بالتفصيل. هاي عندك السلايدز وعندك اول جوجلت بسرعه بتطلع تستعملها وتمشي هيك. هاي الاشياء هيك داتا تايبس ولا هذول بنحفظوا وبنشرحوا. في الاكس اس دي معرفه يعني اذا بتشوف النيم سبيس تبعها ال W3C معرفين هذول الداتا تايبس سترينج ونورماليز سترينج وبوليان ديسيمال وفلوت ودبل وانتجريشن سوري انتجر ونون نيجاتيف انتجر وبوزيتيف انتجر وات ايفر. هاي يير ومانث داي وداي وكل هاي الاشياء ويو ار اي ولانجويج اخرى كل هاي الاشياء معرفه. هذول ستاندرد داتا تايبس معرفه في W3C نستعملها لما الاشياء بتكون ليترال. ها واضح. هلا شو رايك تعمل اكس ام ال داتا تايب؟ اكس ام ال هن اكزاكتلي هن ذي ار ذا اكس ام ال داتا تايب. شكرا على السؤال. ذي ار ذا اكس ام ال داتا تايبس ذات وي يوز ان اول و ار دي اف. مش عارف هذا ليش السلايد بروبرتيز اوف انديفيدجوالز بعرف ايش محطوط هون. مش عارف ايش محطوط هون. هلا خلصنا. شو السؤال اللي عندكم؟ خلصنا الاول. المشروع تبعها شو هو يا شريحان؟ وصفي لهم المشروع. المشروع
لا هي معموله لو ار ام شويه يا مرا مالها هلا الاو ار ام عندكم حيطلع فيها كونسترينس كثير مزبوط كيف حتحولين على ال في الار دي اف اس مزبوط لا هلا انت هسلمناها هذا المشروع الثالث بعدين شو بتساوي بتروح تساوي اول فل اول لمين للاو ار ام تبعتك بس بدك تروح تعمل شويه تغييرات على الار دي اف لانه مرات هلا اختلفت يعني الار دي اف تبعتك هاز تو كوميت للاول هذاك بس هذا بروجكت 3 وبنصحكم كثير جدا انكم اذا يعني بدكم تتدربوا بالاول العلاقة الاول مع الاو ار ام اللي بشتغل عليها انا ورامي حضرب تعرفوا رامي مو بعرف رامي 1 2 3 بس 4 احلى شاب مر علينا من عتيل بدرس في الجامعة الامريكية هو عمل عندنا ماجستير وقريبا جدا 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 ما يعني معاته ماستر صار معاته ماستر زمان اشتغلت انا وياه على المابينج ان نسوي تول في عندنا تول اللي هو الدوغما موديلر ترسم انت ورم زي ما بدك وتعمل جنينة الاول هسه في ممكن الوليد بده يسال بقول لي طب ما هو في كثير اشياء مش موجوده باو ار ام موجوده باول صح ليس جوين ذا كلاس وانستنسز وش مزبوط انا رحت الاو ار ام دبرت لي تول وحول لي انا اول على جاهز بكون جاهز هيك لما مش بروجكت اذا موجوده اسمع اذا موجوده بتحول لك بس ما تكونش دوغما موديلر حول لانها غير موجوده فلما درست الكورس هذا فيعني رامي اعجب بالموضوع وسويناها فهلا هو قاعد بيعمل امبلمنتيشن في الدوغما موديلر خلصنا احنا يعني عملنا مابينج وعندنا ارتكل جديده كمان غير هاي فيها فل بتقدروا تاخذوها من انطون ومن رامي لسه قاعدين بنكتب بيها فهناك يعني اذا بدها تساعدكم في ال للفهم اذا بدكم بس انا يعني المفروض الاشياء تكون واضحه لكم ها عملنا اكستنشن لاورين اضفنا اشياء كثيره على اورين هرش موجوده والله نستعرض منها اشي بس معلش توقف التسجيل